بسم الأب والابن والروح القدس، أمين. الأسبوع الخامس من العنصرة 2020، نهار الجمعة. أقرأ من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. متى 10:34-39. قال الرب يسوع لتلاميذه: لا تظنوا أني جئت لألقي على الأرض سلاما، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. جئت لأفرق بين الرجل وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد نفسه يفقدها، ومن فقد نفسه من أجلي يجدها. حقا والأمان لجميعنا. ما أصعب هالإنجيل؟ كتار بيسألونا عنه. معقول إله السلام، الحب الإلهي، الإبن حامل إرادة بيه، يلي عاش كل حياته يضحي وضحى بحاله على الصليب كرمال الكل، يحكي هيك الكلام صعب قاسي؟ هو أتى ليلقي سيفا وجت يفرق الرجال بين الرجل وبيه بين كذا وكذا. هيدي شغلة كتير خطيرة. إذا هيك يسوع ما أتى مشكلة كبيرة. برجع بكرر، ببدل كلمة يسوع المسيح، ما بعتبره زلمة، ما بشوفه زلمة، ما بشوفه شخص عم يمشي وبيحكي المعيل مع غيره مثل زعماء العالم، مثل الأبضيات بالعالم، مثل كل سياسيي العالم. لا، بدي أشوف يسوع المسيح سيف الحق. امبارح بالإنجيل شفنا الكلمة الإله، عم بقول من نكرني أنكره. اليوم نشوفه سيف الحق. إذا هذا السيف اللي بده يزرع يسوع هو سيف الحق، مش سيف القتال. سيف الحق يلي مع السيف الحق أكيد بده يختلفوا كتار ناس، لأنه كل واحد بيشوف الحق من جهته، فهيدا بيسبب خلافات، وهذه ما بدها شرح كتير، كلكم تعرفوها. كل واحد بيشوف الحق من زاويته، لا أنا معي حق، له معي حق. يسوع المسيح هو الحق، بدي حط يسوع المسيح بينه وبين كل شخص، كرمال يسوع يا كرمال العذراء. ولو تنعمل هيك بنكسر كلمتي، بتكسر كلمتك، بتكسر كلمتك، مشان تحتير نحط الحق. يسوع أتى ليفرق بين رجل وأبيه، بس مش معناتها بدون ما يتصالحوا بعدين، والبنت وإما مش معناتها بدون ما يتصالحوا بعدين، وكل اثنين بده يختلفوا ببعضهم كرمال الحق. مش بعدين، مش معناتها ما يتصالحوا بعدين، حالة البشر يختلفوا على الحق. ولكن جاي يسوع يقول لهم أنا سيف الحق، وأنا بدي منكم السلام والصلح. وهيدي قلنا حكينا مرة عن قضاء يسوع المسيح. اللي بيحب بي وأمه أخته وخي أكتر من الحق ما بيستاهلوا، وأنتوا هيك بتقولوا، ونحن هيك بنقول البشر. يا ابني إذا بتحب يعني حدا الزعبرة والرزيلة أكتر مني، ما بحبك أنا. بدي تعرف تتعامل مع الناس مثل ما أنا علمتك بالحق والقيم اللي أنا علمتك عليها. هي أساس الحياة العائلية والقيم البشرية. اللي بيحب بي ابن أم أخت أكتر من الحق ما بيستاهل الحق، كلام منطقي. من لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. إذن كمان يحمل صليبه يعني الحق. أنا عارف شو الحق، بدي أمشي فيه، وما أبدا خالف ولا خون ولا أنكر الحق مهما كانت مسوغات العالم وإرضاءاته ما ساوم على الحق. من وجد نفسه خارج الحق فقدها، ومن فقد نفسه من أجلي أي من أجل الحق يجدها. والله معكم.